الفيديو الاخير للسكر نص دقيقه هنا يقول لك ريجلايكيشن. شنو ريجلايكيشن؟ يقول لك هي ريجلايكيشن از نون انزيميك، هي غير انزيميه، اند هافزارد كوندنسيشن تكثيف عشوائي، هافزارد عشوائي كوندنسيشن تكثيف، تكثيف عشوائي وغير انزيمي لمن؟ للالديهايد والكيتون ان شوجر، تمام، بالسكر. الالديهايدات والكيتونات راح يتكثفن بشكل عشوائي داخل السكر وذ امينو اسيد، ويا من يتكثفن يعني نجيب راس براس، نجيب الالديهايد والكيتون اللي داخل السكر وين ندمجه؟ ويا الامينو اسيد اللي هو البروتين، البروتين، تمام، نجيب البروتينات والسكرات ونطقهم سوا، هذا نسمونه الجلايكيشن، عمليه الجلايكيشن. من ندمج الالديهايد والكيتون بالامينو اسيد شو نسمي هاي العمليه؟ الجلايكوسيليشن. هاي الجلايكوسيليشن ما اريد اقرا لك هذا القطره اللي ما لها داعي، تمام. ذيس ماي اندرجو، هذا قد يخضع فورذر كيميكال لمزيد فورذر مزيد كيميكال رياكشن، تفاعلات كيميائيه، هذا الجلايكوسيليشن راح يخضع لمزيد من التفاعلات الكيميائيه مما ينتج ادفانسد جلايكيشن اند برودكشن، المنتج النهائي للجلايكيشن اند نهائي برودكشن المنتج، تمام، اللي هو الاي جي اي اس، تمام. وهذا الجلايكيشن شو يسوي؟ دمج جتله في الكولاجين ان بلود فيزل وول، بجدران الاوعيه الدمويه، وول جدران فيزل اوعيه بلود دمويه، كولاجين كولاجين. خوش هنا الجلايكيشن، هو شنو الجلايكيشن؟ يعني اتش بي 1 اي سي، يعني التراكمي، سكر التراكم. احنا دائما اذا واحد يشك عنده سكر نقول له لا تريد تتاكد، روح قيس تراكم. التراكمي يقيس السكر اللي على جزيئه الهيموغلوبين منذ ثلاثه اشهر، لان الهيموغلوبين داخل الار بي سي، والار بي سي ثلاثة اشهر يلا تموت، 120 يوم يعني مثل جان 4 اشهر. خوش فخلال ثلاثه اشهر او خلال اربع اشهر، فهو هذا مقصود به الجلايكيشن. فالاتش بي 1 اي سي تحفظ له بس النورمال. طبعا احنا الطبيعي ايش قد؟ من 4 الى 6 ونص طبيعي، فوق 6 ونص يعني سكر رسمي، من 4 الى 6 ونص نورمال، من 6 ونص الى 7 ونص تارجت يعني ممكن ينصاب. خوش من 8 وفوق هاي، من فوق 9 ونص فري هاي، هذا يجوز احتمال يموت بالدرب. خوش فذني نحافظن جدا مهمه، تمام، وهذا ينحذف وخلصت الضيم الله الجلوكوز.